مشاهدينا مشاهدي بيت للكل، كما تابعتم هذا التقرير، هذا التقرير يؤكد على الإغراق في الرموز الدينية والتاريخية الخاصة بالمسجد الإبراهيمي، وهذا الموقع تحديداً اللي احنا موجودين فيه كما شاهدتم بالخلفية، المسجد الإبراهيمي ومقام إبراهيم. طبعاً يعني هذه المدينة الجميلة ومحافظة الخليل الحقيقة مغرقة بكل التفاصيل سواء تاريخية أو دينية. خلينا نرحب بمعالي وزير الأوقاف، أهلاً بحضرتك يا فندم. أهلاً وسهلاً. معالي الوزير، يعني ما الذي يمثله هذا المسجد بالنسبة لكافة المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل يمثل المقدس الثاني على مستوى فلسطين بعد المقدس الأول، وهو المسجد الأقصى المبارك. والمسجد الأقصى المبارك جاء ذكره ورد الحديث عنه في القرآن الكريم بقوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في حين أن الخليل أيضا جاء وورد ذكرها في قول الله سبحانه وتعالى حول نبي الله إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومما هو ما مؤكد ومعروف أن إبراهيم الخليل نبي الله وجد نبينا محمد قد قدم من العراق إلى مصر ومن مصر إلى فلسطين، وقطن في هذه البلد وسكن في هذا الموقع، وكان الموقع هذا الموقع هو المقام لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. وبعد ذلك قام بشراء الغار الشريف الذي دفنت به سارة زوجته حين حضرتها الوفاة، دفنت واشترى المغارة التي دفنت بها من عفرون الحثي في ذلك الوقت، ودفن سارة في هذا الموقع. وهذا الحرم بني حول هذا الموقع، حول المغارة التي دفنت بها سارة، ثم دفن بها إسحاق، ودفن بها جد الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام وزوجاتهم. وأصبح هذا المكان بهذه الطريقة المثلى من القداسة على مدى قرون من الأزمنة التي مرت. والحرم الإبراهيمي عني به عناية شديدة وكبيرة في العهود الإسلامية، إذ أخذ الموقع هذا العناية والمتابعة من كل الدول التي توالت على إدارة الشأن الإسلامي عبر التاريخ الإسلامي، من العهد النبوي إلى العهد الراشدي إلى العهد الأموي إلى العهد العباسي إلى العهد المملوكي إلى العهد العثماني، وكانت تهتم بشكل كبير في هذا الموقع. وهذا الموقع بهذا الحلة التي نراها هي عليه منذ ما يقرب من 1000 عام. هذه الطريقة بنفس هذه الطريقة، التفاصيل يعني بنفس هذه الطريقة، المنطقة بمقام سيدنا إبراهيم. بلا شك المقام الحرم الإبراهيم الشريف نحن كما نطلق عليه في مدينة الخليل، وكما هو معرف لدينا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، هذا الحرم الإبراهيم الشريف، هذا الحرم نحن نقوم على المتابعة إليه والعناية والرعاية والتوظيف وكل ما يتعلق بهذا الحرم، وتابع لوزارة الأوقاف. وكان في العهد الأردني كان تابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وكذلك الحال كان في العهد العثماني تابع إلى السلطنة العثمانية. كانت أمور الحرم هنا تدار من السلطنة مباشرة وينفق عليه من السلطنة العثمانية. قلت شيخ أنه المكان يحتل المرتبة الثانية من حيث القدسية. نعم، هنا المكان للناظر إليها في هذه الساعة تراها خاشعة، كل ما فيها من نقوش ومقامات ومقابر، ويدل علينا كمسلمين. الادعاء النقيض يدعي بغير ذلك تماما. أنا سؤالي مباشرة: هل يملك غير المسلمين أي حق تاريخي أو ديني في هذه المدينة؟ مما لا شك فيه أن التاريخ يذكر بكل وضوح وجلاء أن في هذا البلد منذ العهد العمرية لم تقطن هذه المدينة بالذات إلا من المسلمين لوحدهم، وفي بعض الأزمنة سمح لغير المسلمين أن يسكنوا في هذا البلد على اعتبار أنهم قدموا قدوما خوفا على أنفسهم في بعض المواقع، قدموا إلى فلسطين. لكن مدينة الخليل بالذات هذا معروف أنها هي مدينة منذ عهد عمر بن الخطاب والفتح العمري وحضور عمر بن الخطاب إلى القدس وتوقيع العهد العمري مع صفرونيوس البطريرك العربي في ذلك الوقت، فلسطين أصبحت بهذه الطريقة تدار، وهذا ما اتفق عليه المسلمون والمسيحيون حتى يومنا هذا. لكن يعني النقوش والرقوم
وكل ما كتب ودون وكل ما هو مدون من رقوم ونقوش على جدران وعلى أسطحة وعلى أبواب المنازل تدل على أنها هي بلاد عربية إسلامية. هذا ما عليه المؤرخون وهذا ما يؤكده المؤرخون. كل رواية سوى ذلك هي رواية مستحدثة مصطنعة أريد لها أن تكون بغير دليل وبغير عمق تاريخي، إنما هي من باب القوة العسكرية التي فرضت إجراءات وفرضت حالة وفرضت أيضا كتابات وفرضت نقوشات في بعض المواقع، إلا أن الواقع التاريخي ينقضها نقضا كاملا لا وجود لها. سماحة الشيخ، نتحدث عن 1000 عام وأكثر، ولا زال رغم تلك الانتهاكات وتلك محاولات الاستبداد والسيطرة على هذا المكان القدسي الديني، لا زال صامد بكل عناصره بكل مكوناته، لم يتغير عليه شيء. لابد أن هنالك جهود كبيرة بتبذلها وزارة الأوقاف والمقدسات الدينية اتجاه تلك الاضطهادات، لأنه ليس من السهل حتى الدخول إلى الحرم. يعني أنا بس بدي أنوه للمشاهدين أنه استطاع فريق بيت للكل أن يدخل ويصور هنا، وليس لأي محطة تمكنت قبل أنها تصور هون، فأخذنا الإذن من أحد ساكني البيوت القريبة جدا والملاصقة للمسجد الإبراهيمي، وأخذنا السطح ووضعنا كاميراتنا عليها، وبالمقابل خلفي يوجد جندي يعني جنود إسرائيليين بيتفرجوا علينا وبيراقبونا، فليس من السهولة إن نوصل لهذا المكان. كيف استطعتم سماحة الشيخ؟ الواقع أن ما يحيط بالمسجد الإبراهيمي أو الحرم الإبراهيمي هو أمر غاية في الصعوبة والدقة والخطورة، وبدأت هذه الخطورة منذ أن دخل الاحتلال إلى مدينة الخليل في 5/6/67. نعم. بدأ الصراع منذ ذلك اليوم على هذا الموقع. حاولت دولة الاحتلال السيطرة عليه بكل الإمكانيات المتاحة بين يديها من حيث القوة العسكرية. بالبداية كانت تعمل بطريقة خبيثة وفيها نوع من الدهاء والمكر، أنها كانت تأتي بشكل متقطع ثم أصبحت تضع الجنود بشكل متواصل، ثم بعد ذلك أدخلت بعض الكراسي وبعض كتب التوراة إلى المسجد الإبراهيمي وإلى الحضرة اليعقوبية والحضرة الإبراهيمية في الداخل، وبعد ذلك تمكنت من أن تدخل بشكل مستمر حتى وصل الأمر في عام 1994 في 15 رمضان 14 الموافق 25/2/1994 حدثت المجزرة، مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف. نعم. هذا فارق كبير في تاريخ الحرم الإبراهيمي. نعم. بعد حصول هذه المجزرة التي ارتكبت من قبل باروخ جولدشتاين وقتل 29 مصلين في الساحة، ولا يمكن في الحضرة نسيانها في قتلهم في الحضرة. نعم. الإسحاقية. نعم. بعد هذه المجزرة دولة الاحتلال شكلت لجنة للتحقيق برئاسة قاض إسرائيلي اسمه شمجار. نعم. شمجار كانت معه لجنة، ولجنة قضائية إسرائيلية قادمت إلى هنا وعملت وفق الرؤية الاحتلالية، وبعد ذلك هذه اللجنة خرجت بتوصيات. التوصيات بكل أسف نقول أنها عاقبت الضحية وكافأت من قتل. بعد ذلك بعد هذه من مخرجات هذه اللجنة تقسيم الحرم الإبراهيمي تقسيما زمانيا ومكانيا. نعم. فلذلك قسمت الحرم، أعطت مثلا الحضرة الإسحاقية فقط للمسلمين يصلوا بها على طوال الوقت، وحجبت الحضرة الإبراهيمية والحضرة اليعقوبية والحضرة اليوسفية. هذه يعني الأماكن يدركها الخليل إدراكا كاملا، ما أتحدث عنه يعرفونها. حجبتها كيف؟ عن المسلمين؟ حجبت عن الدخول إليها. من حيث المساحة دكتور، مين الأكبر؟ هم مع المساحة في 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 المسجد الإبراهيمي التاريخي لديهم المكان الأكبر، وهنالك منطقة اسمها الجاولية. هذه الجاولية هي خارج منطقة الحير. الحير هو السور الذي بني حول مغارة المكفين قبل يعني قبل أكثر من 1400 عام. هذا الحير هو الذي يحوي الحضرة الإسحاقية والإبراهيمية واليعقوبية واليوسفية. الجاولية هي منطقة ملاصقة لذلك، فلذلك هذه اللجنة هي التي قسمت وأيضا أعطت القوة العسكرية الإسرائيلية
حق الحماية وحق الإدخال والإخراج وحق أكيد. التفتيش. ووضعت البوابات الإلكترونية الموضوعة الآن حيث أنه لا يستطيع أي مواطن يدخل إلا عبر البوابات الإلكترونية أو التفتيش الإلكتروني. يعني إذن بما أن حضرتك وصلت للبوابات الإلكترونية، الحقيقة يمكن الموقف أنا بالنسبة لي يعني في يعني حاسة أنه الدموع ممكن تكون أقرب، لأنه يمكن دي المرة الأولى بالنسبة لي، مش فقط كإعلامية، أنا زرت فلسطين الحقيقة العام الماضي، بس هي أول زيارة لي لمحافظة الخليل أو مدينة الخليل، وأنه يكون المقام الإبراهيمي والمسجد الإبراهيمي موجود، وأشعر أنا كمسلمة أنه هناك الغطرسة والبوابات الإلكترونية وعدم القدرة على أن الواحد يدخل يؤدي دور العبادة، يصلي يتعبد. هذه الغطرسة أيضا موجودة، وصعب جدا الدخول إلى القدس، وصعب جدا للمسلمين وخاصة الإخوة طبعا من فلسطين أن هم يزوروا يتعبدوا يقيموا المناسك، فالمسألة صعبة جدا وهي متروكة للمزاج الإسرائيلي والغطرسة الإسرائيلية وأيضا المزاج الخاص بالمستوطنين المتطرفين وغيرهم. اللي قالته عزيزتي لانا بأن إحنا كفريق عمل، مش عايزة أقول غامرنا، ولكن يمكن قيمة هذا المسجد وقيمة إنه نوصل الرسالة إلى كل مشاهدينا، نحن نبقى موجودين على سطح أحد البيوت اللي تعاونوا معنا طبعا لأن هم الصابرين الفلسطينيين أكيد. يعني معالي الوزير، قول لي تجاه هذه الغطرسة وتجاه عدم قدرتنا على أداء مناسكنا الإسلامية أو أن احنا نصلي ونتعبد، يعني إزاي انعكاسها إزاي على أولا الفلسطينيين القاطنين هنا؟ مما لا شك في أن المواطن الفلسطيني الخليلي الذي يقيم بهذه يمتلك إرادة فولاذية أكيد. هذه الإرادة الفولاذية التي جعلته يقاوم ويصبر ويبقى ويمكث في هذه النقطة وفي هذه المنطقة وفي هذا الحوض الملاصق إلى المسجد بشكل مستمر، رغم كل الإجراءات ورغم كل المحاولات التي حاولها الاحتلال للحيلولة دون الدخول إلى المسجد والصلاة فيه، إلا أن المواطن متشبت متمسك بطريقة لا يمكن أن تجديها إلا في فلسطين في الخليل وفي القدس. صحيح. هذا تمسك لا يمكن أن يكون بغير هذه الإرادة. هنا الجميع يدرك أن هنالك حاجة من أو محاولة فرض حالة من عدم الدخول إلى المسجد، لكن المواطن مصر على الدخول إلى المسجد. طب اسمح لي هنا معالي الوزير، يعني إحنا ندخل إلى المساجد لكي نرتاح، هي روحانيات، هو تقرب إلى الله، هي عبادات، ولكن أنت تصلي والسلاح فوقك. هذه الحالة لا تجديها إلا في فلسطين، ولا توجد إلا في المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي أكثر من المسجد الأقصى المبارك. لكن كما قلت، هنا صبر، هنا إرادة، هنا عزيمة، هنا قناعة كاملة تاريخيا لدى كل مواطن في مدينة الخليل أن هذا يمثل البعد الديني والتاريخي والقيمي لكل مواطن في هذا البلد، وأن هذا المكث والإقامة والذهاب إلى المسجد والصلاة في المسجد والتعبد والخشوع والخضوع وتلاوة القرآن هي عبادة، وهي رباط ومرابطة وصبر ومصابرة وإثبات الوجود والتأكيد على الرواية التاريخية الفلسطينية التي تؤكد هذه الرواية أن هذا الموقع هو موقع إسلامي، وأن صحيح. الوجود فيه هو وجود من باب التحدي وإقامة الحجة والدليل على البقاء. نعم. ومن باب أيضا إبطال الرواية المقابلة، الرواية التي نطلقها نحن كشعب فلسطين أن هذا مسجد لا علاقة لغيرنا به، لا علاقة لغيرنا بما فيه، كل ما به هي رواية تحكي رواية المواطن الفلسطيني ورواية إسلامية بأن هذا مسجد لا علاقة لأحد به بالمطلق، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. سمحتك بس اسمح لي قبل ما يبدأ، يعني اسمح لي أستاذ خالد على قضية المرابطة، وإنه السؤال اللي سألته شافكي، بس إحنا خلينا نخلي المشاهدين يعني يشوفوا كم هي فعلا المرابطة والإصرار. هم متجدرين في بيوتهم، إحنا المنازل اللي إحنا موجودين فيها في هذا الموقع شبابيكها على الحرم مباشرة، يعني وإحنا جالسين
خلف الجندي الإسرائيلي عم بيراقبني، يعني خلف طبعًا. ظهري وظهر شافكي شايفنا الجندي الإسرائيلي، فما بالكم بهدول الشبابيك البيوت اللي الجندي الإسرائيلي 24 ساعة على شبابيكهم وعلى بيوتهم، يعني وكأنه عايش معهم جوا البيت. كما قلت، هنا الإرادة، هنا الإرادة الصلبة، وهنا الإرادة الفولاذية، لا تجدها إلا هنا. هنا أصبح المواطن جزء من حياته المقارعة، جزء من حياته الثبات والرباط وإثبات الوجود. المواطن يأتي إلى هنا ويصلي إلى هنا. والشيء الملفت للانتباه أن صلاة الظهر والعصر يأتي إليها كبار السن، الطاعنين في السن، المتكئين على عكازة، يأتون إلى هنا ويصلوا في هذا المقام من باب إثبات، من باب الرباط، من باب إثبات الوجود، من باب أيضا أن الذات الدينية، أين من باب إثبات أن هذا الموقع لنا. عندما يأتي الشيخ الكبير الطاعن بالسن أو المرأة الكبيرة الطاعنة بالسن المتكئة المستندة لغيرها في الوصول إلى هذا الموقع والصعود إلى أدراج المسجد والوصول إلى الأماكن للصلاة، هذا يعطينا بالفعل، يعطينا شيء من الدرس، أن هذه الإرادة لا يمكن أن تنهزم ولا يمكن أن تغلب ولا يمكن أن تمحى بالمطلق. هذا ما يعني ما نؤكد عليه. كذلك المواطن عندما يأتي إلى هنا هو يثبت أمام الله سبحانه وتعالى أنه على العهد وعلى الرباط، لازال مصرا إصرارا مهما بلغ هذا الأمر. وهذا هذه الأدراج التي رأيتموها، كم من الشهداء سقطوا عليها؟ أكيد. كم من الشهيدات سقطوا طيب. بها؟ سماحة الشيخ، الصفات الدينية منازل، مكان يمنحها الله لمن يشاء، وهي تنطبق على الأشخاص وعلى الأمكنة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله عليهم، الصالحين، العابدين إلى آخره. في موضوع المسجد، يعني احنا بنعرف أن القدس المسجد الأقصى المبارك، هذه صفة فيها قدسية، هذه منا من الله سبحانه وتعالى. عندما نقول المسجد الإبراهيمي، في يعني أنا مثلا في أحد العلماء الدين مرة صححني، قال لي هو ليس حرما وإنما مسجدا. أنا سؤالي لهم، هل هذا مسجد أم حرم؟ هو بالواقع هي كل المناطق اللي يطلق عليها حرم يطلق عليها بنفس الوقت مسجد، يعني المسجد الحرام واسمه المسجد الحرام طيب. ويقال الحرم المكي ويقال المسجد النبوي ويقال الحرم النبوي ويقال المسجد الأقصى. يا شيخ، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. نعم. قال مساجد ولم يقل حرم. هو أطلق عليها العلماء أيضا حرم، أطلق عليها حرم. كذلك هذا الموقع أطلق المشيخة العثمانية الحرم، وكان مدون عليه الحرم الشريف الإبراهيمي. المشيخة العثمانية هي من أطلق المسمى؟ أي نعم، فقط للتنويه للمشاهدين. أي نعم، السلطنة العثمانية، وكانت تعطي هذا الموقع شديد الاحترام وشديد المتابعة، وكان ينفق عليه من السلطان بنفسه. وكانت تأتي إلى هنا شيء يطلق عليه السرة العثمانية، كان يطلق عليها السرة الرومية، هكذا هذا السرة الرومية تأتي إلى هنا وتنفق على من يعمل بهذه السرة، كان يأتي بها الرومية نسبة إلى الذهب، ليس ممنوحة من لا هي السرة الرومية هي ذهب. كانت تأتي بواقع 500 ليرة ذهب تنفق على المسجد من باب الرواتب ومن باب إعطاء الأمر المتعلق بالإحسانات، هكذا كان يطلق عليه إحسانات الدولة العثمانية، رواتب الدولة العثمانية، كانت تؤتي اسمها السرة الرومية، تؤتي سرة إلى المسجد الأقصى المبارك وسرة إلى المسجد الإبراهيمي تنفق عليه. فلذلك، لكن كما قلت، السلطنة والسلطة العثمانية والمشيخة العثمانية هي التي أطلقت عليه، كما قلت لك، كان يدون الحرم الشريف الإبراهيمي. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن كنت ضيفنا في الجزء الأول من بيت للكل.